عايزين نعرف طبعا اخر الاستعدادات. للاسف هو اكتر من مره تم تاخير افتتاح المتحف، عايزين نعرف يا ترى الموعد النهائي لافتتاحه واستعدادات العمل في وصلت لحد فين. لا، هو الحمد لله لسرعه استجابه كافه الاجهزه المعنيه في الدوله تم النهارده التعامل مع الحادث بسرعه شديده جدا وباحترافيه كبيره، فبالتالي العمل في المشروع استؤنف اليوم. عظيم. لم نتوقف، وبالتالي هذا ليس سبب لأي تأخير في موعد الافتتاح بمشيئة الله، وإحنا مستمرين على الجدول بتاعنا بحيث أن المتحف يكون جاهز للافتتاح في نهاية هذا العام بمشيئة الله. الحمد لله أن الحريق كان في الواجهة الخلفية للمتحف واقتصر على الشدات المعدنية بالألواح الخشبية اللي عليها، فبالتالي لم تمتد النيران إلى داخل المبنى، والحمد لله ده هيخلينا نقدر نستمر بالجدول بتاعنا كما هو إن شاء الله. هل يا ترى علشان نمنع تكرار مثل هذا الحدث هل تم في عقوبة معينة لربما العمال في نوع من الإهمال معين أدى إلى ذلك؟ بالطبع الجهات المعنية بالفحص الفني والتحقيق بتقوم بعملها، بدأت بعملها، والعمل ده هيستمر لتحديد مدى المسؤولية عن هذا الحادث. من جهة أخرى الحمد لله التجربة بينت أن الاحتياطات المتخذة للتعامل مع أي حادث لا قدر الله احتياطات جيدة، بحيث أن سيارات الإطفاء تمكنت من الوصول لمكان الحادث في دقائق للتعامل معه ولمنع امتداد النيران بشكل أكثر. طيب. فالتعامل مع الحدث كان بشكل عالي جدا وباحتراف شديد جدا. عظيم. وجهات الدولة في الحقيقة فورا كلها استجابت وتفاعلت، لدرجة أن القوات المسلحة بعتت هليكوبتر إطفاء، طائرة إطفاء. يعني تم التعامل مع الموضوع بشكل جاد جدا وبشكل احترافي جدا. فات الكتير ما فضلش الا القليل، زي ما قلنا يا ترى العمل اخباره ايه؟ هل في اي معوقات ولا العمل بيسير على اكمل وجه؟ وان شاء الله الموعد النهائي للافتتاح طبعا ده معلم عظيم هيشرف مصر، ومش بس في مصر بنستناه افتتاحه، لكن اكيد في دول من العالم مهتمه بهذا الموضوع عشان تيجي تشوف المتحف الكبير بعد افتتاحه باذن الله. يعني مصداقا لكلام سيادتك، اثناء وجود الحادث كان هناك الزملاء في الترميم مستمرين في عملهم في تجهيز القطع الاثريه للعرض المتحفي، وفي نفس هذا اليوم حوالي الساعه 5 مساء قام وزير خارجيه فرنسا بزياره للموقع وزياره تمثال الملك رمسيس الثاني، وده يبين مدى الاهتمام العالمي بهذا المشروع، وان احنا الحمد لله قدرنا حتى نتعامل مع حادث بشكل احترافي، ان الزياره الرسميه تتم في نفس اليوم بامان. والضيف في الحقيقه عبر عن اعجابه بهذا المشروع الضخم اللي مصر بتقوم به عشان يكون هديه للعالم ان شاء الله.